بسم الله، هنكمل كلام في الفيديو دوت عن الوحدة الرابعة. كان متبقي جزء الاحتكاك. كل الأسئلة اللي كان بيحكي عليها الكتاب قبل الجزء ده كان دايما يقول لك جسم بينزلق على مستوى مائل عديم الاحتكاك، أو جسم محطوط على مستوى عديم الاحتكاك، وهكذا. طيب، إيه الفرق بقى إن احنا هنبدأ ندخل الاحتكاك معانا في الاعتبار؟ إيه هو الاحتكاك؟ تعالوا نتخيله مع بعض. دلوقتي انت لو انت بتزق مثلا صندوق على الارض، فانت بعينك كده شايف ان كأن الصندوق ده على سطح املس عادي ومفيش فيه اي اعاقة. ولكن لو انت جيت تحت الميكروسكوب كده شفت المنطقة دي، هتشوف ان السطح ما بين الصندوق والارض مش متساوي كده، ده هو كأن الصندوق غارس في حفر ما بين الأرض والصندوق. فعشان كده لما يكون في صندوق تقيل مثلا أو ترابيزة تقيلة، وانت قاعد بقى في تجمع عائلي ولا حاجة، ووالدك يقولك قوم هات لنا الترابيزة دي، فتقوم كده بكل سهولة وزي بإيد واحدة الترابيزة ما تتزقش، فيبقى شكلك وحش. فوليكن انت أثرت بقوة 5 نيوتن، بعد كده قلت لا بقى ما بدهاش، الناس كلها عمالة تبصلي، انا هزق بالايدتين. زقيت برضو الترابيزة ما تزقتش، قمت بكل عزمك زائق ما زقتش. فقاموا قايلين قوم يا وادي حمادة ساعد عمه. فقام حمادة قام جاي قام زائق بصباعه، الترابيزة بدأت تتحرك. ايه اللي حصل في الفيلم العربي اللي احنا بنقوله ده؟ في الاول لما انت كنت بتزق بقوة 5 نيوتن والصندوق ثابت في مكانه، ففاكرين قانون نيوتن الاول ان يظل الجسم الساكن ساكن والمتحرك متحرك، فمعنى ان الجسم الساكن فضل ساكن وانت بتأثر عليه بقوة، فمعنى كده ان محصلة القوة عليه بتساوي صفر. تقول لي ازاي صفر وانا بأثر بقوة؟ فمعنى كده ان في شبح بيأثر قدامك بقوة نفس اللي انت بتأثر بيها ولكن في عكس اتجاهك. القوة دي بنسميها ايه؟ بنسميها قوة الاحتكاك السكوني. او تخيل ان انت عايز تطلع الصندوق ده من الحفر دي كلها، فبيقابلك اعاقة اللي بنسميها قوة الاحتكاك السكوني. طيب، لما انت بعد كده قمت مزود بايدك التانية والصندوق ما اتحركش، فمعنى كده ان الشبح اللي قدامك ده زود هو كمان قوته قد قوتك في عكس اتجاهك، فمعنى كده ان قوة الاحتكاك السكوني بتكبر. طيب، بعد كده لما حمادة قام جاي وقام حاطط صباعه فبدأ يتحرك، ايه اللي حصل؟ فمعنى كده ان انت وصلت لأقصى قوة احتكاك سكوني، فلما تغلبت عليها بقت مجموع قواكو أكبر من أقصى قوة احتكاك سكوني، تغلبت على قوة الاحتكاك السكوني اللي مثبتة الصندوق في الأرض، فبدأ الجسم يتحرك. ولما بدأ الجسم يتحرك وحمادة مشى، لقيت إن أنت كمان تقدر تسيب إيدك والصندوق هيتزق عادي، لأن والجسم بيتحرك بيقابلك قوة تانية اسمها قوة احتكاك حركي، ودايما قوة الاحتكاك الحركي بتكون أقل من قوة الاحتكاك السكوني. فعشان تزق حاجة من وضع السكون محتاجة قوة كبيرة، زي لما تيجي تزق عربية تلاقي ناس كتير جايين عشان يزقوا، وبعد كده أول لما بتتزق بتلاقي إن ممكن واحد يزقها لوحده عادي. وكذلك أمثلة كتير، لما تحرك جسم من السكون بتحتاج إن أنت تتغلب على قوة احتكاك أكبر من قوة الاحتكاك اللي هتقابلك لما الجسم يتحرك. فدي هي العلاقة ما بين قوة الاحتكاك السكوني والحركي. فتعالوا نلخص اللي قلناه. أول حاجة، لما بتكون القوة المؤثرة تساوي صفر، يعني لما الصندوق ده كان قاعد في مكانه محدش بيأثر عليه، فقوة الاحتكاك السكوني كانت بتساوي صفر. بزيادة القوة المؤثرة بتزداد قوة الاحتكاك تدريجيا حتى تصل إلى أعلى قيمة عندما يكون الجسم على وشك الحركة. يعني لما انت زقيت بالإتين كان على وشك الحركة، فأول لما جه وزود قوة قليلة
فبنقول لما يكون الجسم على وشك الحركة بتسمى قوة الاحتكاك في الوقت ده هي قوة الاحتكاك السكوني القصوى، ولما بيبدأ الجسم بالحركة بتقل قوة الاحتكاك اللي بتقابلك وبتصبح ثابتة وبتساوي الكلام ده. طيب قوة الاحتكاك السكوني القصوى اتفقنا ان هي دايما اكبر من قوة الاحتكاك الحركي. طيب تعالوا نعرف حاجتين من الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي. قوة الاحتكاك السكوني وقوة الاحتكاك السكوني القصوى وقوة الاحتكاك الحركي، التلاتة دول تعالوا نشوف كل واحدة بتعتمد على ايه. هل بتعتمد على القوة الخارجية يعني القوة اللي انت بتأثر بيها، ولا بتعتمد على القوة العمودية؟ قوة الاحتكاك السكوني يا ترى بتعتمد على ايه من المثال اللي احنا قلناه؟ بالظبط بتعتمد على القوة الخارجية. اشمعنى؟ لما انا كنت بأثر بخمسة كانت هي بخمسة، لما انا زودت العشرة بقت هي بعشرة، فمعنى كده ان قوة الاحتكاك السكوني بتعتمد على القوة الخارجية، كل ما بتزيد هي بتزيد. طب قوة الاحتكاك السكوني القصوى بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على القوة العمودية. اشمعنى؟ قوة الاحتكاك السكوني القصوى القانون بتاعها بيساوي ميو اس في الان. ايه الميو اس ده؟ معامل الاحتكاك بين السطحين. ده جيبه ازاي؟ ده بيبقى ثابت. العلماء جابوا كل سطحين، جابوا مثلا كرة من مطاطة على سطح من الخشب وقاسوا معامل الاحتكاك السكوني، يعني الكرة دي هتقابل مقاومة قد ايه على الخشب وهي ساكنة عشان تبدأ تتحرك، ولما تتحرك هتقابل قوة احتكاك قد ايه. فقاسوا معامل الاحتكاك السكوني ومعامل الاحتكاك الحركي. فمعامل الاحتكاك السكوني ده رقم ثابت ما بين اي جسمين، لكل جسمين يعني، في الان اللي هو غالبا بيساوي وزن الجسم، فده ثابت وده تقدر تجيبه. وبالتالي اقصى قوة احتكاك سكوني الجسم على سطح بتبقى قيمة ثابتة انت تقدر تحسبها. فبتعتمد على ايه؟ بتعتمد من القانون بتاعها على القوة العمودية. طب قوة الاحتكاك الحركي اتفقنا ان هي ثابتة، يعني لو انت اثرت بقوة 10 نيوتن قوة الاحتكاك الحركي بتساوي ايه؟ بتساوي الميو كي، معامل الاحتكاك الحركي برضو من الجدول الثابت ما بين اي جسمين، في الان برضو اللي هي غالبا بتعتمد على الوزن. فالاتنين دول ثابتين، فقوة الاحتكاك الحركي اللي هتقابلك وليكن 2 نيوتن، فانت اثرت بقوة 20 نيوتن الجسم هيتحرك بعجلة اكبر وقوة الاحتكاك الحركي اللي هتقابلك ثابتة. قللت القوة ل 10 نيوتن فهتلاقي الجسم بيتزق بسرعة او عجلة اقل وقوة الاحتكاك الحركي ثابتة. فقوة الاحتكاك الحركي وقوة الاحتكاك السكوني القصوى الاتنين ليهم قيمة ثابتة وبتعتمد على القوة العمودية، لكن قوة الاحتكاك السكوني في الاول كانت بتعتمد على القوة الخارجية. طيب من القانونين دول لو جاب لي علاقة ما بين ان انت مثلا بتزق صندوق دلوقتي على سطح من الخشب وبعد كده جربت تزقه على سطح من الزجاج وبعد كده على سطح من السيراميك مثلا، وقمت مقارن قوة الاحتكاك اللي بتقابلك مع القوة العمودية، اتفقنا ان هي بتساوي تقريبا الوزن في معظم الحالات، فلقيت ان قوة الاحتكاك اللي بتقابلك على الزجاج الرسم بتاعها عامل كده وعلى الخشب عامل كده وعلى السيراميك عامل كده، لو جه سألك في الامتحان انه سطح من التلاتة دول ليه معامل احتكاك حركي اكبر، نعرفها ازاي؟ بالظبط من الميل. اشمعنى؟ ميل الخطوط المستقيمة دي يساوي ايه؟ فرق الواي على فرق الاكس. مين الواي؟ الاف كي. ومين الاكس؟ الان. فمن القانون ده هستنتج ان معامل الاحتكاك الحركي يساوي الاف كي على الان، فافهم من كده ان الميل في العلاقة دي هو معامل الاحتكاك الحركي. فكل ما زادت الزاوية بتاعت الخط كل ما زاد ميله فكل ما زاد معامل الاحتكاك، فالسطح رقم 3 ليه معامل احتكاك اكبر.
طيب، واتفقنا ان دايما معامل الاحتكاك السكوني او قوه الاحتكاك السكوني القصوى بتكون اكبر من قوه الاحتكاك الحركي، فدايما بيكون معامل الاحتكاك السكوني اكبر من معامل الاحتكاك الحركي. لو انتوا شفتوا في الجدول ده هتلاقوا دايما ان ما بين اي جسمين اي مادتين هيبقى دايما السكوني اكبر من الحركي. طيب الشكل ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن الكلام اللي احنا قلناه، ان انت في الاول بدأت تتأثر بالقوة الخارجية، ودي قوة الاحتكاك اللي هتقابلك، بتأثر بقوة، قوة الاحتكاك السكوني بتزيد معاك لغاية لما وصلت لقوة الاحتكاك السكوني القصوى، بعدها بدأ الجسم يتحرك، فبدأت قوة الاحتكاك اللي بتقابلك قلت على طول، وبقت بتساوي ايه؟ بقت بتساوي قوة الاحتكاك الحركي. بعدها بدأت انت تزود القوة الخارجية، وقوة الاحتكاك الحركي اللي بتقابلك ثابتة، فانت عمال تزود في القوة، وقوة الاحتكاك الحركي اللي بتقابلك ثابتة. طب لو كان العكس، الجسم بيتحرك فانت عمال تقلل قوتك وبيقابلك قوة احتكاك حركي، قعدت تقلل قوتك لغاية لما ساوت قوتك قوة الاحتكاك الحركي، فبدأ الجسم يمشي بسرعة ثابتة، بدأت تقلل عن كده، فبدأ قوة الاحتكاك الحركي تغلبك لغاية لما الجسم هيبدأ يقف، فهيبدأ يقابلك قوة احتكاك سكوني والجسم يقف. طيب فده كده الفرق ما بين الاتنين. فبنقول ان قوة الاحتكاك دايما بتعتمد على الميو كي اللي هو نوع المادتين المتلامستين، والقوة العمودية اللي هي الان، ولكن لا تعتمد قوة الاحتكاك على مساحة سطحية التلامس او سرعة حركتها. خلي بالكم دي. طيب وده الكلام اللي احنا قلناه. طيب دايما قوة الاحتكاك سواء السكوني او الحركي بتكون في عكس اتجاه الحركة. فلو هو ذكر لك ان الجسم بيتحرك للاسفل، فهتقول ان قوة الاحتكاك اللي بتقابله للاعلى. طب لو هو جاب لي جسم وما قاليش الجسم بيتحرك في انهي ناحية، وكان بيقول لي ان في قوة بتأثر عليه كده وهو نازل تحت تأثير وزنه كده، وقال لك هات العجلة اللي بيتحرك بيها، لو ما ذكر ليش هو بيتحرك فين، ولو كان عندي فيه أكتر من قوة في اتجاه الإكس، فلازم أقارن ما بين القوة في الاتجاه ده والقوة في الاتجاه ده وأشوف مين الأكبر. لو دي طلعت أكبر يبقى اتجاه الحركة كده، يبقى اتجاه قوة الاحتكاك كده. لو العكس، يعني لو القوة دي طلعت أكبر من دي، يبقى هيتحرك في الاتجاه ده، وأحط قوة الاحتكاك الحركي في الاتجاه ده. خلي بالكم من الفكرة دي. طيب برضو كنا بنقول في كل المسائل اللي قبل كده بإهمال مقاومة الهواء. جه الوقت ان احنا نحط مقاومة الهواء في الاعتبار. مقاومة الهواء هي عبارة عن ايه؟ هي نوع من انواع الاحتكاك، وبنسميها قوة السحب. قوة السحب عبارة عن ايه؟ هي مقدار قوة الاحتكاك الناتج عن مقاومة الهواء. طيب لو حد بيسوق عربيات كتير او بيسافر كتير، فيقولك ان انت لما بتزود السرعة عن حد معين بيبقى استهلاك البنزين اعلى. اشمعنى؟ لان لما بتزود السرعة عن حد معين، قوة مقاومة الهواء ليك اللي بنسميها قوة السحب F drag force of drag، القانون بتاعها بيساوي ايه؟ K في الفي تربيع. فعلى السرعات العالية لما انت تزود سرعتك للضعف، ايه اللي هيحصل للقوة؟ هتزيد 4 أضعاف، بتتناسب مع السرعة مع مربع السرعة. فالتغير اللي هيحصل هنا هيبقى مربع التغير ده هو التغير اللي هيحصل في القوة. فلما انت تكون مسافر ومقاومة الهواء كبيرة قدامك، العربية هتعمل ايه؟ هتحتاج ان هي تحرق بنزين اكتر عشان تتغلب على مقاومة الهواء دي وتفضل محافظة على نفس السرعة. فبنقول بتتناسب قوة السحب طرديا مع مربع السرعة، وهو ده قانون مقاومة الهواء. طب ايه الكي اللي انت قلتها دي؟ الكي دي بنسميه ثابت السحب. الثابت ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على شوية حاجات طرديا. انت دلوقتي لو بترمي حاجتين، لو بترمي صندوق كبير كده وصندوق صغير، مين فيهم الهواء هيقاومه اكتر؟
أكيد اللي مساحة سطح التلامس بتاعه أكبر، الهواء هيبقى فيه هواء كبير مقابله، ده هواء أقل، فده هيلاقي مقاومة أكبر، فالكي بتتناسب مع مساحة سطح التلامس طرديا. طيب لو أنا، أنتوا عارفين إن طبقات الهواء كل ما بنطلع كل ما بتختلف كثافة الهواء، فلو عندي منطقة كثافة الهواء فيها كبيرة، يعني جزيئات الهواء كتير جنب بعض، وهنا كثافة الهواء قليلة، مين اللي هيلاقي مقاومة أكبر؟ أكيد اللي قدامه جزيئات كتير، يعني اللي كثافته أكبر، فالكي بتتناسب مع الرو أو الدينستي أو كثافة الهواء طرديا. وتالت حاجة بتتناسب معها الكي هو شكل الجسم وطبيعته عامة، اللي بنرمز لها بمعامل السحب أو coefficient of drag. فالكي بيساوي ايه؟ نص في الثلاث حاجات اللي بيعتمد عليهم، السي دي والاي والرو. طيب دلوقتي لو في حد بيعمل سكاي دايفنج مثلا، فبينط من الطياره، كل لما التسارع بتاعه يزيد كل لما مقاومه الهواء قدامه تزيد، لغايه لما هيوصل في لحظه مقاومه الهواء عماله تزيد، لغايه لما بقت بتساوي وزن الجسم ده. فلما تبقى القوة المؤثرة عليه من تحت بتساوي القوة اللي بيأثر بيها لتحت متساوية، فمعنى كده ان محصلة القوة بتساوي صفر، فمعنى كده ان الجسم بدل ما كان بيتحرك بعجلة هيتحرك بسرعة ثابتة، فالسرعة دي اللي بنسميها السرعة الحدية. ايه السرعة الحدية؟ هي السرعة اللي بينزل بيها الجسم في اللحظة اللي بتتساوى فيها مقاومة الهواء مع وزن الجسم. طب اتفقنا ان قوة مقاومة الهواء بتساوي K في الـ V تربيع، ووزن الجسم M في الـ J، فلو انا عايز احسب السرعة الحدية هتساوي MJ على K كلهم تحت الجذر. فالسرعة الحدية يعني السرعة اللي هينزل بيها جسم بتعتمد على كتلة الجسم، فلو في واحد عريض شوية نزل من الطيارة وواحد رفيع ده هينزل أسرع، لأن العلاقة بينهم طردية مع الجذر. فبنقول السرعة الحدية هي السرعة الثابتة اللي بيتحرك بيها الجسم الساقط لأسفل لما تكون محصلة القوة فيه بتساوي صفر، لأن لما بيسقط الجسم في الهواء بتزيد مقاومة الهواء بتسارع الجسم لغاية لما يصل لنقطة بتتساوى مقاومة الهواء مع قوة الجاذبية، فالمحصلة تساوي صفر، فما عادش هيبقى في عجلة وهيتحرك بسرعة ثابتة، بنسميها السرعة الحدية، وده القانون بتاعها. طيب فده كده الجزء اللي كان متبقي، الاحتكاك ومقاومة الهواء. مقاومة الهواء مش جاي في الهيكل، ولكن اعرفوه برضو، حلوا الأسئلة عليه وحلوا أسئلة على المنهج كله، وإن شاء الله لو في وقت هنحاول إن احنا نحل مسائل على كل واحدة. ولو عندكم أي استفسار ابعتوا لنا، وربنا يوفقكم إن شاء الله. مع السلامة.